مفوضية الانتخابات تستبعد مرشحاً آخر بعد حيدر الملا، وهو حسين الرماحي الأمين العام لمشروع قادمون. مفوضية الانتخابات تستبعد المرشحين إذا تم استغلال المال السياسي، استغلال المنصب، موارد الدولة، وهنالك شروط أخرى. ولكن هذه الإجراءات كلها ربما تكون غير مقنعة للشعب العراقي، ولا هنالك شخصيات كبيرة ومتنفذة في السلطة وأيضا معروفة لدى الشارع العراقي، لدى المجتمع السياسي، ولكن لا يتم استبعادهم، وهم يستغلون مناصبهم، يستغلون المال السياسي، يستغلون السلاح، ولكن ربما تغض النظر عنهم الحكومة العراقية ومفوضية الانتخابات. هل سنشهد في الأيام القادمة تغيير من قبل مفوضية الانتخابات أو استبعاد مرشح آخر ربما يصدم الشارع العراقي، ربما تلبية لمطالب الشعب العراقي أو ربما لجذب أصواتهم وجذبهم نحو صناديق الاقتراع؟ يجب على مفوضية الانتخابات استبعاد أي مرشح للانتخابات يقوم باستغلال منصبه أو المال السياسي لكي تكون عملية انتخابية يستطيع الناخب العراقي ربما أن يضع الآمال عليها. اليوم الشارع العراقي كله ممتعض، منقسم بين مؤيد الانتخابات وبين من يعارض هذه الانتخابات لتشكيكه في الحكومة العراقية وقدرتها على حماية الانتخابات من التزوير. ربما ليس لديهم الأمل في تغيير الوجوه، تغيير الأحزاب السياسية الفاسدة. نتمنى بأن هذه الإجراءات تستمر، نتمنى باستبعاد المرشحين الفاسدين، من يتم من قبله استغلال منصبه أو المال السياسي، وننتظر هذه الانتخابات ونراقبها. عسى أن تكون خيرا للعراق وأن تنتج حكومة قادرة على وضع أو ربما على أن يحلم العراقي بواقع أفضل.